مختنق في 5 جويلية. صح أخويا، أسمع، أنت راك تسير لي وراك سما. شوف أخويا، شوف حول. في إحصائية الحماية المدنية للسنة الجارية سجلت مصالح هنا 66 تدخل لحوادث الاختناقات بالغاز الطبيعي وغاز أول أكسيد الكربون، خلفت 95 مختنق وحالتي وفاة. تم تحويل المختنقين إلى مختلف المصالح الاستشفائية وكذا مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج بوعريش. بالنسبة للاختناقات بصفة عامة هي تحدث نتيجة لعدم احترام شروط السلامة، وذلك من خلال عدم توفير تهوية كافية بالمنازل وكذا عدم مراقبة إقامات تصريف الدخان، وكذلك تحدث عند اقتنائنا لأجهزة ومعدات غير مطابقة لاستعمال الغاز. هنا الاختناقات قد تمس المدفئات، كذلك الطابونات، كذلك بالنسبة لسخان الماء. إذن هو خطر يحدث نتيجة لعدم احترام قواعد السلامة، وهو الهدف الذي تسعى من خلاله مديرية الحماية المدنية برج بوعريج عبر أسبوعها التحسيسي هذا لتفادي خطر الاختناق بالغاز.